المستوى الثاني الأخوة في الإسلام، وهي الأهم والأتم لأنها تشكل حجر الزاوية في المبعث النبوي الشريف، لأن المبعث مبعث الإسلام، فالأخوة في الإسلام هي الرئيسية، لأن القرآن واحد والنبي واحد والقبلة واحدة والدين واحد والهدف واحد، وأن أغلب الاختلافات وإن أغلب الاختلافات بين علماء الإسلام طبيعي وموجود بين أي تفكيرين أو أي مفكرين، وليس ذلك بعيب ولا يشكل نقصا حقيقيا ولا ينبغي أن يكون سببا للعداء والمكر والتضارب والتحارب والعياذ بالله، وإنما الهدف مشترك والعمل مشترك والعدو مشترك، وخاصة ونحن نعيش في أغلب العصور بل كلها مفيش الحاجة إلى ذلك لتكالب الأعداء ضد الإسلام ومكرهم من داخلهم ومن خارجهم، وبيدهم السلاح والمال والتخطيط والإعداد الكامل، في حين نجد المسلمين والمخلصين أزلا من كل ذلك، وهذا هو الامتحان الإلهي الأتم والأكمل، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. ومثل هذا الظرف، وهو الظرف الدائم والمستمر وربما لمئات السنين، يعطينا وجوب الشعور بالوحدة والتماسك والتضامن وقوة الإيمان لكي نستطيع أن ندفع المؤامرات ونكسى أكثرها أو أكثر ما هو مستطاع من الشدائد والمظالم التي يريدها لنا العدو المشترك المتمثل في الثالوث المشؤوم، وهو الاستعمار الإسرائيلي الأمريكي البريطاني قبحهم الله. والأمر هنا كما قال أحد أعضاء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، كان أكو إلى عهد قريب، الآن كأنما لا أثر له، انحلوا، لكنه كان موجود ربما 20 سنة وأكثر، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية الذي كان مؤسسة مهمة في مصر القاهرة، حيث قال ما مضمونه أنه ليس المراد في هذه المرحلة من العمل والتفكير، هكذا يقول، هو أن نجعل الشيعيين سنيين أو نجعل السنيين شيعيين، وإنما المهم هو التمسك بالدين المشترك وهو الإسلام، والقيام ضد العدو المشترك وهو الكفر والإلحاد المتمثل بالاستعمار وأنصار الاستعمار. وبطبيعة الحال فإن مجرد التفكير في هذه الوحدة قلبيا وعقليا، مجرد التفكير في هذه الوحدة لهو مرحلة مهمة وجيدة ونافعة، تكفي في نتائجها عدم توجيه الحقد والعداء ضد بعضنا البعض والعياذ بالله من مختلف مذاهب الإسلام، وإنما اختصاص توجيه الحقد والعداء ضد من هو أهل لذلك وهو العدو المشترك المتمثل بالكفر والاستعمار. ويقول المثل: أنا وابن عمي ضد الغريب، كما يقول المثل في عادات العشائر ربما تعرفونها، أنه قد تكون قبيلتان متعاديتان أو متعاديتين فيما بينهما ومتقاطعتين بشدة، إلا أنها أو أنهما حين يجابههم العدو المشترك وتغير عليهما قبيلة ثالثة يكونان يدا واحدة وعمل واحد وقلب واحد تجاه هذا العدو المشترك. قل لا، فإذا دفعوه واستراحوا عادوا إلى العداء من جديد فيما بينهم، ومن الواضح أننا لم ندفع العدو المشترك إلى الآن، بل لا زال في تزايد ومرارة ولا أقل. أن يحذر كل واحد منا مهما كان مذهبه ومهما كان عمله ومهما كانت طبقته، أن يحذر من أن يكون معينا ضد نفسه وضد إسلامه بيد أو لسان مهما كان قليلا أو كثيرا. يضاف إلى ذلك الالتفات إلى أن عمل بعض المذاهب ضد بعضها كما يحدث الآن من الوهابيين مع شديد الأسف، كما قد يفترض حدوثه من أي جهة كانت، يكون بكل تأكيد عمل مبرمج وموجه في مصلحة الاستعمار، ولا يستفيد من ذلك ولا يفرح به إلا العدو المشترك وإسرائيل من حيث نعلم أو لا نعلم، بينما لا يستاء العدو المشترك إلا من التحابب
والتعاون والألفة بين المؤمنين والمسلمين. ونحن مأمورون، لاحظوا، ونحن مأمورون في القرآن الكريم أن نسيء إلى قلوبهم كما قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ولا تطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لكم به عمل صالح. إذن فالأخوة مطلوبة في الإسلام على كل حال، وهذا بطبيعة الحال ليس من طرف واحد، ما نقوله لا، بل من كل الأطراف. وليس كلامي هذا استجداء للعاطفة، لأننا لا نخاف من غير الله سبحانه وتعالى، وإنما هو لإقامة الحجة وإلفات النظر لمن يريد أن يستجيب إلى داعي الله ونصوص الكتاب الكريم والسنة الشريفة، ويكون ذلك في مصلحتهم أولا وفي مصلحة الإسلام ثانيا، ودفعا للعدو المشترك ثالثا. وهذا لا يعني من ناحية أخرى، لاحظوا، وهذا لا يعني من ناحية أخرى عدم أهمية الحفاظ على المذهب والعناية بمصالحه ومصالح طائفته، فإن هذا ضروري أيضا أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه الحق الذي نؤمن به. لكن ينبغي أن يكون عمل أي مذهب أو قل عمل أي مسلم بحيث لا يضر بالمذاهب الأخرى، تحصيلا لا أقل بهذا المقدار، تحصيلا للوحدة الإسلامية والتكاتف المحمدي. أو قل يجب على يجب أن لا يعمل أي مسلم عملا يفيد به الاستعمار ويوجد به الفرقة والإزعاج في المجتمع الإسلامي، ومن عمل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حتى لو كان هو السيد محمد الصدر نفسه.